الأهل والأحباب في كل مكان، متعكم الله بالصحة والعافية. وبتحية أهل الشرق نقول دبايوة أتنينا. نحن في شرق السودان الحبيب، من مدينة السياحة وبوابة الجمال في السودان، مدينة بور السودان. حلقة الليلة يا إخواننا نطوف من خلالها على مدينة بور السودان، محطة محطة وناس ناس وبيت بيت وشارع شارع، نلتقي ونتمنى إنه كلهم يشاركونا في حلقتنا الليلة ونستمتع بها نحن ويتقونا محطاتنا. نتابع مع بعض. مرحبا بكم، تواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليلة من مدينة الروعة والجمال، مدينة بور السودان. نحن في سوق بور السودان، محطة جديدة وسؤال جديد، نتابع مع بعض. مرحبا بكم، تواصل محطاتنا معاكم. نحن نسعد تماما نكون داخل مدينة الروعة والجمال، مدينة بور السودان. وفي بور السودان نحن في السوق الكبير مع أهل ناس بور السودان، هم بيتجولوا يتسوقوا في هذا النهار الجميل. هاي مرحبا بك، ان شاء الله طيبه. كيف الحال؟ انا ما شفت الشلوخ ديل والحواجبين والكحل ده، قلت ما شاء الله يعني. ايوه ما شاء الله. اسمك من انت؟ انا اسمي سعاد عوض المكي البشير. ما شاء الله. ساكنه وين؟ ساكنه في حي المطار. طيب انا استدي انت مع زول حضرت زمن جميل صح؟ ايوه نعم. الديوريه في الحين دي اسمها دي اسمها هنا ساكت. ساكت اسمها بس. اسمها ساكت؟ اسمها 500. 500. اي. والحنة والحاجات دي ما شاء الله، والمناكير. اي. والشلوخ والحاجات. اي. ولدوك في بور السودان؟ بور السودان ولدوني في ديم عرب. اها. وجدودي. نعم. عمر البشير ذاته من اهل ابوه. العيد زمان كان رخيص؟ رخيص. كم؟ ثلاثة هنا بس ثلاثة هنا. ثلاثة جنيه. أي. الشيلة كم؟ الشيلة واحدة واثنين. أي. طيب بيشاوروك بيقولوا لك دايرة ولا ماذا؟ لا ما ودي عمي، لكن حاسين من الشرق ومن الغرب ومن وين ومن وين. زمان يا ود عمك يا ود خالك يا ود جارك. طيب ما يعني قبل العرس ما تكلم معك بالتلفون؟ لا لا ساعتين كشر أنا ما في. تلفون ما في الزمن ده، بالبسطة. طيب انا سؤالنا يا اخوان، الناس تركز في السؤال لانه حنقوله مرة واحدة وبعد ذاك نمشي على الاجابات، اللي عارف الاجابة ما يستعجل. قالوا يا اخوان سنجنيب اول محمية بحرية في السودان، سنجنيب اول محمية بحرية في السودان. دارين نعرف متى صدر قرار انها تكون محمية بحرية؟ القرار بتاع انها تكون محمية بحرية صدر سنة كم؟ عارفه سنة كم؟ انا والله. اسمك من انت؟ اسمي سعاد عوض عن مكة. سعاد عارفه سنة كم؟ ما بعرف والله. ما عارفه. طيب خليك واقفة انت، يمكن ادي خيارات. نتعرف عليك منو؟ عثمان. منو؟ عثمان محمد. عثمان محمود. عثمان عين الكاميرا دي، قول لنا الشير اول شيء نسمع. شو الشير؟ غنى ولا شير؟ غنى. ايوه غنى. غنى. غنى تسمعه؟ ايوه. اغني؟ ايوه. برامي بروك تكتينا يا ردة استل ليلة شبكات كسلامة. يا برامي بروك تكتينا يا ردة استل ليلة شبكات كسلامة. يا برامي بروك تكتينا يا ردة استل ليلة شبكات كسلامة. يا برامي بروك تكتير يا ردة استل ليلة شبكات كسلامة. يا برامي بروك تكتير يا ردة استل ليلة شبكات كسلامة. يا سلام عليك، حيو تحية كبيرة يا اخوانه. انا والله قربتك اللي قلت لي سيب بس طوالي نمر عشان نوري مع الغنى. وبرضه معانا مشاركه هنا، نتعرف عليك منو؟ محمد عبد الله. محمد سعيد. محمد عبد الله بيشاركنا بشنو؟ انا بشارككم بدوبيت. نسمع دوبيت. ليل بعد ما فتحنا الدفاتر وفي الكتب طالعنا وزارقنا من غير الله اللي يجي قلينا. ثلاثة من أمهن والداهن مريم ستهن وعاش المدير حكماهن عم سلم الموز الضوا بحر البطان ساقياهن.
ابشر والله. عارف سنجنيب قرار بتاعها صدر بتاعنا محميه بحريه سنه كم؟ والله يا اخي ما متاكد. ما عارف. عارف انت سنه كم؟ ما اعرف. تعرف عليه؟ عبد المجيد مصطفى ابو نواي. عبد المجيد مرحب بك، ساكن وين؟ انا من مدينه طلبيط لكن هنا في جامعه البحر الاحمر. طيب القرار صدر سنه كم؟ والله القرار ده ما اعرفه لكن درجة الخيارات نتعرف عليه. قرر شنو؟ محمد زكريا ابو القاسم عبد المجيد. محمد زكريا، نحن قلنا سنجنيب هي اول محميه بحريه في السودان، صدر قرار انها محميه بحريه سنه 1816. 1816. نتعرف عليك. مصطفى محمد علي. مرحب بك، من وين؟ بور السودان. طيب اول قرار صدر، القرار صدر بتاع انها سنجنيب محميه بحريه سنه كم؟ 1869. 800. ناخذ اجابه نتعرف عليك. اسماعيل محمد عيسى. اسماعيل من وين؟ من بور السودان. بور السودان. القرار صدر سنه كم؟ 1920. 1920. نتعرف عليك. حسن عثمان فضل الرحمن. ساكن وين؟ ساكن سلالاب مربع 3. تمام. اول القرار الصدر بتاع انه سنجنيب محميه بحريه، او هي اول محميه بحريه في السودان سنه كم؟ 1963. 1963. ناخذ اجابه نتعرف عليك. محمد حامد محمد هبناي. مرحب بك، ساكن وين؟ حي دبايوه. دبايوه. القرار بتاع سنجنيب محميه بحريه صدر سنه كم؟ 2015. 2015. نتعرف عليك. عادل الطاهر محجوب. عادل مرحب بك، ساكن وين؟ كوريا مربع 1. كوريا. آه. القرار صدر سنه كم؟ 1959. 59. نتعرف عليك. عمر جوار فضل الله سنار. عمر مرحب بك، القرار صدر سنه كم؟ والله ما اعرف. نتعرف عليك. شيبه حسين. مرحب بك، ساكن وين؟ ساكن مرغنيه. قرار بتاع انه سنجنيب اول محميه بحريه في السودان صدر سنه كم؟ 1997. 1997. ناخذ اياها نتعرف عليك. احمد ودي موسى. منو؟ احمد ودي موسى. احمد مرحب بك، ساكن وين؟ ساكن هي العمان. اول القرار صدر بتاع سنجنيب اول محميه بحريه سنه كم؟ 1982. 42. طيب يا اخوانا، نحن سعيدين نتواصل معاكم من داخل سوق بور السودان، مدينه الجمال والروعه، ونحن الحقيقه مع اهلنا ناس بور السودان. محطتنا دي كانت في السوق، سالنا عن سنجنيب هي اول محميه بحريه في السودان، قلنا القرار صدر 200. ديل ثلاثه انفار، بندون ثلاثه خيارات يا اخواننا، اول خيار بيكون صح بيكسب معانا الجائزه. انتوا حتختار، انت حنديك ثلاثه خيارات تشيل واحد، وانت يجوك اثنين تشيل منهم واحد، وانت بيجيك واحد اجباري لانك التالي. طيب القرار ده صدر 1990، 1991، 1992. 1992. 92. عندك 90 91. 90 91 90 90. انت عندك اجباري 91. 91. سنجنيب يا اخواننا اول محميه بحريه في السودان، قرار بتاعنا اول محميه بحريه صدر عام 1990. صفقه حاره يا اخوان. مبروك نمشي العربيه. مبارك لاخونا عبد المجيد مصطفى الفايز معنا في سؤالنا عن سنجنيب اول محميه بحريه صدر قرار 1990. والزحمه اللي شايفينها دي يا اخواننا هي محبه والله وريده، ونحن والله بنريد بور السودان، بنريد اهالها زي ما هم بيريدونا. عبد المجيد فاز معنا بجائزه مقدمه من قناه الشروق، نفتح العربيه نشوف الجائزه. وانتوا جاهز يا عبد المجيد؟ صفقه حاره يا اخواننا. خليني اربح فوق. الله يكرمك. بشرى سارة. فوتون. الحاصدات الصينية التي أجريت عليها تعديلات جعلتها ملائمة للبيئة السودانية. تعمل بماكينات بيركنز الإنجليزية قوة 82 حصان. قوة تصلح لحصاد زهرة الشمس، الدخن، الذرة الرفيعة، الكبكبة والجوار. الآن تم تعديلها لتحصد الشمار الفول السوداني وتحرز نجاحا كبيرا في حصاد السمسم. عربات لخدمات البيع وعربات لتوزيع الإسبيرات عن طريق الإرساليات ولكل ولايات السودان. يوفر البنك الصيانة بموقع المصنع بود مدني أو في مواقع العمل بعد توفر الآليات المساعدة من عربات وكرينات وورش متحركة. الإسبيرات متوفرة وأصلية، تقوم بالتدريب كفاءات ممتازة وتوفر فرصا لكل المشتغلين والمزارعين بموقع المصنع أو الغيط. فوتون، فاتنة الحقوق. البنك الزراعي السوداني، مفتاح الثورة الزراعية في السودان.
مرحبا بكم، تواصل المحطات معاكم في حلقتنا الليله من مدينه بور السودان. نحن داخل سوق ديم مدينه، محطه جديده وسؤال جديد نتابع مع بعض. مرحبا بكم، تواصل محطاتنا معاكم. نحن في مدينه الروعه والجمال، مدينه بور السودان، مدينه السياحه والتسوق. نحن سعيدين نكون في سوق ديم مدينه، مجموعه من اهلنا هنا في ديم مدينه وفي سوق نلتقيهم وبنسال سؤال. اول شيء نتعرف عليك من عبد الله عمر ابراهيم محمد. عبد الله، قبل ما نسال سؤالي تتقدم لنا حاجه. زي شنو يعني مثلا؟ في شنو يعني؟ ايوه مثلا جدا. طيب اغني لك اغنيه بتاعت محمد البدري، بتاعت اللي كسله. نسمع. اي الليل يا او قريبي يا او كسله يا او قريبي يا او كسله يا كسلا كسلا يا انا قلبي سافر يا انا قلبي سافر يا رري وشغلا يا يو قريبي يا يو كسلا يا قريبي يا يو كسلا يا كسلا كسلا انا قلبي سافر يا انا قلبي سافر يا رري وشغلا يا يا او قريبي يا يا او كسلا يا يا او قريبي يا يا او كسلا يا كسلا كسلا انا قلبي سافر يا انا قلبي سافر يا رري وشغلا يا يا او قريبي يا يا او كسلا. الغنية دي صح؟ غنى صحيح. قال شنو؟ كسلا كسلا قال انا قلبي سافر قال. ايوه نعم. ايوه يا هو قربي يعني شنو قربي؟ قلبي يعني، هو بيقصد القلب يعني. طيب عارف شعر انت بالبيجاوي؟ شعر بعرف. قول شعر. ما قلت ادقيرني كينكي ادم يمكن كلي ايسي اللي عبد الرقا يتفوفني تقمى موفي من بريق. تمام ثاني. دير ورا ريام فرجه دا ميد جاي واتو اللي كرفت تيكم هدرات اربيت ندامه. يا سلام. نيكلت براد مهلا قرشي تلاوة كواسنا جهمانو كا اوفي تي بتنفرنا. يعني شنو كلام؟ والله في زول ضحك معناته قلت حاجة. ترجم له ترجم له ترجم له. قول الترجمة شنو؟ ذاك اللي يضحك قال يعني نيكلت براد مهلا قرشي تلاوة. ها؟ تنيكل هي لا 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 هي تعريف القديمة. الزمان دي؟ بالله تحضرت التعريفة؟ ما ادري لكن سميت. سمعت بها ساي؟ نعم. ولو طلع بعريفة معناه يكون مقرش كان. كم مقرش طلع. طيب انا داير اسال سؤال يا اخواننا. البحر الاحمر قبل ما يسموه البحر الاحمر كان عنده اسمان، اسامي قديمه. لو قلت لي انه واحد فيهم بس تكسب جائزة. اول شيء كده الغنى ده نبدا به لانه سالناه ونتعرف عليك. عبد الله عمر ابراهيم محمد. عبد الله، عارف البحر الاحمر زمان اسمه شنو؟ البحر الاحمر؟ ايوه. العارف يسكت لما الدور يجي عنده. البحر الاحمر والله يا اخي يعني اسم المدينه مثلا ولا البحر؟ تقصد البحر يعني بس؟ اسم وانا الكلام ده البحر الاحمر كان اسمه شنو؟ مدينه جابه شنو؟ برج الخيارات. ايوه برج الخيارات. برج الخيارات. انت منو؟ ادم هاشم محمد طاهر. ادم مرحب بك. ادم، زمان البحر الاحمر اسمه شنو؟ والله ما اتذكر. ضرب عليكم. كمال محمد علي محمد. كمال يا تحي. دي مدينه شرق. دي مدينه شرق. البحر الاحمر زمان اسمه شنو؟ الاخدود العربي. الاخدود العربي. نتعرف عليه. عبد المنعم حسن عثمان. عبد المنعم ساكن وين؟ الثوره. ثورة. كان اسمه شنو البحر الاحمر؟ لا يا اخي الخدود العربي طبعا. الخدود العربي. افتح حبه كده نتعرف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نزار عبيد. نزار ساكن وين؟ ابو حشيش. ابو حشيش. كان اسمه شنو البحر الاحمر؟ والله يا اخي ما عندي. برج الخيارات. نتعرف عليك. ضفاء الله حسين خاطر. ضفاء الله مرحبا بك. ساكن وين؟ سلالاب. سلالاب. كان اسمه شنو؟ بحر المالح. بحر المالح. نتعرف عليك. بكر الحاج. بكر. ساكن وين بكر؟ ساكن ولا كان اسمه شنو البحر الاحمر؟ لا اعتقد انه البحر اعطاني البحر المالح. ضرب عليك. محمد حسن ابو امن. محمد مرحب بك. ساكن وين احمد؟ ديم عرب. ديم عرب. كان اسمه شنو البحر الاحمر؟ فرعون. فرعون. او الساحل. ها؟ فرعون او الساحل في كلمتين هي. أو. كلمة فرعون كلمة الساحل. الطاهر؟ الساحل. 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 أيوه. وفرعون. دي الاسمين كذبتها. نعرفك منو؟ علي وهيد. علي. ساكن وين انت؟ ديم عرب. عارف البحر الاحمر كان اسمه شنو؟ فرعون. فرعون. نتعرف عليك. علي محمد. ساكن وين؟ ديم مدينة. البحر الاحمر كان اسمه شنو؟ فرعون برضو. يا زول. نتعرف عليك منو؟ حسين ابو طاهر. حسين. ساكن وين؟ ديم مدينة.
دي مدينة البحر الأحمر كان اسمه شنو؟ فرعون. يا زول أنت شفيته منه صح؟ سمعتهم قال أنا ضارب عليك. هيكل محمد هيكل. منو؟ هيكل محمد هيكل. هيكل ساكن وين؟ سلالاب. سلالاب. البحر الأحمر كان اسمه شنو؟ اسمه باروت. باروت. أيوه. ضارب عليك؟ ياسر عبد الباقي. ياسر مرحب بك. ياسر البحر الأحمر زمان عنده أسماء منها شنو؟ ساحل برغوت. ساحل برغوت. ساحل برغوت. ضارب عليك؟ علي عثمان عبد الكريم. علي ساكن وين؟ ساكن سلالاب. سلالاب كان اسمه شنو زمان البحر؟ اسمه ساحل برغوت. ساحل برغوت. تفضل. ضارب عليك؟ عيسى عبد الله عيسى. كان اسمه شنو البحر الأحمر؟ الفرعون. فرعون. فرعون. هنا ريال مدريد. ضارب عليك؟ عليكم السلام. أحمد اللمين. أحمد اللمين. أحمد البحر الأحمر زمان اسمه شنو؟ كان اسمه المالح. المالح. ماشيين عليه ونضرب عليه. زيك يا أستاذ. تمام تمام. الاسم منو؟ عثمان سنة. عثمان ساكن وين؟ سلالاب الريفي. سلالاب. البحر الأحمر كان اسمه شنو؟ برغوت. هو المغبرة بتاعت برغوت ذاته. برغوت. نضرب عليه. هاشم أبو زينب. مرحب بك. ساكن وين؟ كسلة. كسلة. ضيف يعني؟ زيارة. زيارة. زيارة ولا عمرة؟ زيارة. زيارة. طيب البحر الأحمر كان اسمه شنو قبل يسموه البحر؟ بحر الغلزم. بحر الغلزم. ناخذ اجابه هنا سنك. تعال قدام نتعرف عليك. فك محمد. فك. فك ساكن وين؟ ساكن المدينه. المدينه. ايوه. البحر الاحمر زمان اسمه شنو قبل يسموه البحر الاحمر؟ بحر المالح. بحر المالح. المالح. ناخذ اجابه نتعرف عليك. مهند مجدي. منو؟ مهند مجدي محمد. مهند ساكن وين؟ دي المدينه. دي المدينه. البحر الاحمر قبل ما يسموه البحر الاحمر كان اسمه شنو؟ بحر الغلزم. الغلزم. طيب انا احنا هنا برضو معانا الزول ده من كسلة. انت برضو لازم تشاركنا لانه نحن ناس بورسلان كرمونا. قصيدة عملوا لنا، غنى عملوا لنا. ناس كسل يقولوا شنو؟ يعني زي شنو كده؟ قصيدة ولا قصيدة؟ ما مستحضر. روتانا. ما مستحضر. انت قبيل طيب عجبتك الكلام اللي قالوا ديك هنا حاجة كده هزلية لذيذة كده تعريفة وشنو حاجة كده يعني حاجة قديمة. يعني قال حاجات قدام التعريف والقريش والحاجات القديمة. انت حضرت التعريفة؟ تعريف هدرها ملاليم هدرتها والله ما شاء الله تبارك والله ما شاء الله ما شاء الله يعني الزمن القديم حضرته أيوة بداية السبعينات وكذا السبعينات مليم كان فيه؟ يساوي كم؟ عشرة مليم قرش واحد تقريبا وعشرة قروش عشرة قروش ريال وعشرة ريال عشرة ريال جنيه وعشرة جنيه عشرة جنيه بس نحن في العدد ما عندنا أكثر من كده عشرة ريال عشرة جنيه يا عشرة جنيه وبالله تعال أنت زمان لما كنت صغار شنو يديكم يبسطكم ملين ولا قريش ولا تعريفة كده كفاية مرة واحدة تعريفة تجيب مرة واحدة حتى الأولاد تديهم كم حسي تقريبا 5 جنيه 10 جنيه ما يرضى برضو كده يا نقني ولا شوي يا سلام يا أخي والله نحن سعيدين أخواننا مع هنا هل التاريخ وهل الحضارة البيجة دي ما تاريخ طويل يا أخواننا وحضارة تضرب بجزورة في شرق سوداننا الحبيب وسألنا سؤالنا ذو قلنا البحر الأحمر كان اسمه شنو وأهنا زي ما قلنا نحن بنشكر أهنا في البجاوين اللي قابلونا بالحفاة وطرحاب غنوا لنا قالوا لنا شعر واسا قال لي يقول لنا نكتة قلت له وفي البيجة قال لي يقول في أدروب يقول أنا حقول لك واحدة سمعتها قبل يومين ثلاثة عجباني قالوا أدروب صاحبه عزمه غدا وهو لما نكل ملاح ملاح سمح سماح طاعم ملاح ده قدر ما يأكل فيه طاعم ما شبع منه كله كله فينبسط منه بعد غسل يده دار يقول لي زول شكرا قال لي يا المرة لما تطلق خبر الدين الملاح ده سمح شديد يا بس المرة لما تيجي تطلق خبر الدين عشان نجي نار انت منو؟ هاشم ابو زينب هاشم ده يا اخوانا جا من كسلة جا زيارة وهو الزول قال لي جاب الصح صفقة لهاشم ده يا اخوانا ابشر 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 يا اخوانا ابشر ابشر ايوه ابشر 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 ثاني ابشر 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 ايوه والله هاشم طبعا يا اخوان البحر الاحمر زمان كان اسمه بحر الغلزم او بحر الحبشه واحده من الاثنين صح هو قال غلزم مبروك صفي كل صفقه حاره يا اخوانا نمشي العربيه تعال عربيه تعال عربيه هاشم هاشم تعال عربيه التحيه لاخونا هاشم يا اخواننا اللي شاركنا وهو غادم من كسله وعشان تعرف البلد دي بلد خير بورسلان تجي ضيف تجيله جائزه حقته تخلون قاعد يبشر بالخير احنا بنفاز معانا بجائزه مقدمه من قناه الشروق نفتح العربي نشوف الجائزه بسم الله
مرحبا بكم. تواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليله من بورسودان. الان وصلنا السقاله، واي زول جه بورسودان بيعرف السقاله. السقاله ده محل السمك السميح المجيح المحمر المقمر المقرمش. محطه جديده وسؤال جديد نتابع مع بعض. مرحبا بكم. تواصل محطاتنا معاكم، نحن نسعد تماما نكون في مدينه الروعه والجمال، مدينه بورسودان. محطتنا الان من السقاله، والسقاله دي معروفه للناس اللي بيجوا بورسودان والناس اللي قاعده في بورسودان. والله انا بتمنى الناس اللي بيشاهدوا فينا الان يكونوا شامين الريحه. والله مقلي مشوي في شبه ليمون شبه دكوه شبه سلطه وشبه المهم. الحمد لله نحن سعيدين نكون مع اهلنا هنا، ناس بورسودان وضيوف بورسودان اللي بيزوروا السقاله. بنزعل سؤال العارف الاجابه يحتفظ بها لحد ما الدور يجي عنده، ونحن نسعد لانكم ما بتتكلموا ساكتين، نحن عشان السؤال يظهر لكم كلكم. نحن سؤالنا يا اخواننا، اول مصفاه للنفط في السودان كانت في بورسودان، وكانت تملكها شركة شل الهولندية وشركة بريتش بتروليوم البريطانية. الكلام ده كان سنة كم بس؟ والتاريخ ده طبعا خيارات، انت بتنقر بعد ذاك عرفته صح، خلاص ما عرفته بترجع يدوك خيارات في النهاية. أول مصفاة للنفط في السودان كانت في بورسودان، كانت تمتلكها شركة شل الهولندية وشركة بريتش بتروليوم البريطانية. كان سنة كم؟ نبدأ بالعريس، نتعرف عليك. أحمد عبد الله محمد. أحمد مرحب بك، من وين أحمد؟ من مدينة شندي. شندي أحمد، والله نحن ما دايرين نخش في التفاصيل غريق، لكن بيني وبينك الشيلة كانت كم يعني بالراحة كده. لا يا أخي تقريبا كده سبعة. سبعة، ما في كلام. دقشت تمام. وأديته متكفي ولا جبت مأكولات؟ لا جبت مأكولات. مأكولات المرأة قريبتك ولا بعيدة منه؟ لا بالتعامل لكن بعيدة مني. بعيدة، السير بعربات؟ عربات ثقيلة. كلفوكم يا جماعة؟ لا تكلف. ما في كلام، لكن والله إن شاء الله بالرفاه والبنين، وربنا يعني يزعدكم ويوفقكم. عارف المصفى دي كانت سنة كم؟ والله ما عارف. تقريبا سنة كم؟ 1976. 76 برضو عقيف، لو ما لقينا إجابة بنبدأ الخيارات منك تاني. مدام مرحب بك. سعدية عبد الرحمن محمد نعيم. سعدية مرحب بك، مبروك عليكم العريس. الله يبارك فيك. إن شاء الله الشيلة عجبتكم. عجبتنا. جابوا فيها شعيرية؟ بأمانة عشان ما يكون فيها. جابوها. السكسكانية جابوها. هاي. المكرونة. هاي. البصل والزيت. هاي. ما قصروا، والله يجوكم بالخير الوفير، وانتوا ذاتكم ما قصرتوا وكرمتوهم وجيهتوهم وبسطتوهم. نحن سؤالنا، المصفاة دي اتعملت سنة كم؟ 1965. 65، اقيفوا يلا، نتعرف عليك. تهليل بابكر. تغريد. تهليل. تهليل. تقبيل. تهليل. تهليل من وين؟ من بورسودان. بورسودان. عارف المصفاة دي عملها متين؟ 1976. 76. تهليل الشيء اللي جابوه لكم كم؟ ولا ما جوكم لسه؟ إن شاء الله يجوكم. إن شاء الله يجوكم يجيبوا لكم الشيء لبركة الله يمون. نتعرف عليك؟ رشا الأمين عبد الرحيم. رشا مرحب بك، من وين رشا؟ من شندي. شندي. المصفاة، أول مصفاة للنفط في السودان كانت في بورسودان، كانت سنة كم؟ 66. 66، نتعرف عليك؟ توسل بابكر. من وين؟ من بورسودان. هم بورسودان. اول مصفى للنفط كانت في بورسودان، كانت سنه كم؟ 65. نتعرف عليك؟ الطيب احمد محمد سعد علوب، الوادي الابيض الحامد شمال الجيلي. مرحب بك. اول مصفى للنفط في بورسودان كانت 1964. 64. نتعرف. هذا العريس. السلام عليكم. عليكم السلام. معاذ موسى سعد علوب، منطقه الوادي الابيض شمال الجيلي. اخوك ده قريبي. قدامك بالحيط ولا هاي؟ يعني كانت سنة كم؟ 64. 1964. نتعرف عليك. محمد شعراني يوسف. من وين؟ تنبول الجزيرة. تنبول الجزيرة. نحن نعرفك من تنبول، تقول دو بيت. كان قلت دو بيت معناه من تنبول. لا لا معناه ضيف ساكن. وليد كافوري. معدل. معدل. أنت من تنبول معدل. معدل لكن تعديل صعب خلاص، في كافوري طوالي. طيب أول مصفى للنفط كانت في السودان، كانت في بورسودان. 1964. 64. نتعرف عليك. عمر العمدة محمد حصب الرسول. عمر العمدة محمد حسب الرسول. العمدة مرحب بك، من وين؟ حماطرية شرق ودراوة. شرق ودراوة. أول مصفى للنفط في السودان كانت في بورسودان سنة كم؟ 1970. 1970. نتعرف عليه. محمود علي محمود حاج الحسن عبد الله. من وين؟ خرطوم بحر حلفات الملوك. حلفات الملوك. كانت سنة كم أول مصفى؟ 1970. 70. نتعرف عليه. الاسم عبد الروف الطيب عبد الله محمد. عبد الروف من وين؟ الجزيرة أبقوتة. أبقوتة. أول مصفى للنفط في السودان كانت في بورسودان سنة كم؟ 1969. 69. تعرف عليه؟ صالح سليمان. صالح مرحب بك. أول مصفى للنفط في السودان كانت في بورسودان، كان سنة كم؟ 1679. 79. تعرف عليه؟
وليد يسوع احمد سعد. من وين؟ من خرطوم بحر الحلفاية. حلفاية اول مصفاه للنفط في السودان كانت في بورسان سنه كم؟ سنه 73. 73 اتعرف عليه. محمد احمد بخيت راوت. من وين؟ من شندي. شندي نادي الاخوان كله نكاله ساك زول قال من بورسان ما شندي تنبول جايين ناس عضه بس. لا لا عندنا عريس عايزين هنا بس يا اخي. ايوه انتوا مستغربين في بورسان؟ انا بقرا هنا. تقرا؟ ايوه. وما عرس لسه؟ ما عرس لسه عشان دار تسدى فيهم صح؟ اي جاي قدام بس. بعدين حضرت العريس؟ لا لا العريس ما حضرت. ما حضرت. شفت زي ده بيقوم بعزيمهم هنا بينستر معاهم. ايوه بس وما حضر العريس لكن بينستر. ما تبقى عليك بقى الزول جاء للبيكا بعد 20 يوم. وصاحبه زعلان منه ابو مات جاوب بعد 20 يوم كان ما في. بعد ما جاء وشال محل فاتحه بالراحه كده قال لا والله ما قصرت ظروف الناس ظروف يعني. قال والله انا كان ما الشغل كان بقعد يعني كان بجي بدري لكن والله الشغل والظروف المهم دي 20 مليون خدتوها في الكشف. ايوه وانا والله كان بيودي احضر البيكا قال لي علي الطلاق انت حضرت الدفن. البيكا يا تاز وليت الدفن ذاته حضرته هنا الحضر الدفن برا لك الشراب قعدوا ليش قاعدين حرسين ثلاثة يوم يجيبوا الجبن يجيبوا الشاي. حتى انت ما حضرت العرس لكن جيت الشغل. لا لا جاي هنا والله. كانت سنة كم؟ 1967. 67 ضرب عليه؟ حسب الصديق محمد الماحي. حسب ومرحب بك من وين؟ الحماطية ريف شمال البطانة شرق بدراوة. مرحب بك. أول مصفاة للنفط في السودان كانت سنة كم؟ كانت في بور السودان. سنة 2000. 2000. 2000 ضرب عليه؟ عادل الطاهر بشير. من وين؟ خرطوم اللماب. كانت 200 أول مصفاة للنفط. 1971. 71 اتعرف عليه. محمد نور الدين محمد احمد. محمد اول مصفى للنفطي في السودان. كان سنه 1968. 68 اتعرف عليه. محمد سيد احمد محمد. من وين؟ بور السودان هنا. بور السودان اول مصفى للنفطي كانت في السودان كانت في بور السودان سنه كم؟ لا يا اخي تقريبا 68. 68 اتعرف عليه. محمد فخر الدين عبد القادر. محمد مرحب بك من وين؟ الدويم. الدويم اول مصفى للنفطي في السودان. 66. 66 اتعرف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يحيى عبد الكريم مطر. يحيى اول مصفى للنفط في السودان سنه 1982. 62. 62 اتعرف عليه. ايمن ابراهيم يعقوب. ايمن مرحب بك. اول مصفى للنفط في السودان 1964. 64 اخذنا اجابه. مرحب بكم سعيدين نتواصل معاكم نحن في استقاله بور السودان. سؤالنا كان اول مصفى للنفط في السودان كانت في بور السودان وكانت تملكها شركه شل الهولنديه وشركه بريتش بتروليوم البريطانيه. قلنا كان سنه كم؟ هو زوجها اللي جاب الصاحب يكسب معانا الجائزة. والله بدينا مع الإنسان لكن يطقشوا يجوا قريب ويجوا بيجاي يجوا بيجاي يجوا بيجاي. ده هنا من وينتك؟ طيب أحمد محمد سعد. الطيب قال 1964 أول إجابة صح. صفقة للطيب ده يا أخوان. أول إجابة قال صح الطيب. نمشي العربية نشوف جائزتك. تعال الطيب. طيب أنا حسعيدين الفائز معانا في المحطة دي الطيب أحمد محمد سعد علوب. والله تقول ده طلع لي جنسية. اسم بالكامل رباعي خماسي يديك اليوم. الطيب سعيدين بيك. وطبعا يا اخواننا انا للاسف الناس بيجوا يكشفوا جوائزنا يعني نقيفة طوال قالوا لي سمك سمك. لا لا ليه يكون سمك؟ صحن شطه بالدكوه مقدم من قناه الشروق. والله نديك صحن شطه بالدكوه انت بتجيب ببصل تاكله سوق دامك يا مع السمك. فاز معانا بفرن كهربائي مقدم من قناه الشروق. صفقه حاره يا اخوان. اي والله مبروك. اربع مقاطع طيب يا اخوان. مرحبا بكم بنحييكم من مدينة الروعة والجمال مدينة بور السودان. نحن سعيدين نكون معكم في محطة جديدة. الآن نحن في الكيلو في بور السودان منطقة سياحية محطة جديدة وسؤال جديد نتابع مع بعض. مرحبا بكم بنحييكم محطتنا دي من الكيلو من مدينة السياحة واجهة الشرق مدينة بور السودان. سعيدين نلتقي بأهلنا ناس بور السودان في المحطة دي. أنا بسأل سؤال يا إخواننا ونمر على الناس بعد ذلك نعرف الإجابات وحتى لو ما لقينا اجابه بنرجع بخيارات. الناس اصلا ما تيأس يعني نحن ما بنمشي من هنا ما لم ننزل جائزتنا دي ونمشي نشوف بعدكم في شنو. طيب نحن سؤالنا بيقول يا اخواننا ساحل برغوث هو الاسم او برغوت. ساحل برغوث هو الاسم القديم لبور السودان. بعده يا اخواننا استحدثت وبقت اول ميناء بحري اطلق عليها اسم بور السودان. الاسم ذاته تغير في تاريخ معين يعني غيروها من ساحل برغوت لبور السودان وميناء بحري في تاريخ معين. بعد ذاك تم افتتاحها في تاريخ ثاني يعني الاسم تغير اول حتى بعد ذاك تم الافتتاح.
والكلام ده كان في عهد اول قنصل عام بريطاني اسمه كرومر، كان في مصر. اتغير الاسم من شاطئ برغوت ده او ساحل برغوت، اتعمل الى بور سودان في تاريخ معين، بعد ذاك تم الافتتاح في تاريخ. انت لو عرفت الاسم اتغير 200 تكسب الجائزه، لو عرفت الافتتاح كان 200 تكسب الجائزه. قصرنا معاكم وما عرفت انت رجعنا بالخيارات. نتعرف عليك. اشواق السير احمد حسن. مرحبا بك يا تحي. حي المطار. حي المطار بور سودان. بور سودان. عيني على الكاميرا هناك. عارف التاريخ 200؟ والله ما عندي فكره. رجع الخيارات. خيارات اذا ما لقينا بنبدا بالخيارات. تعالي تقدمي. نتعرف عليك. مايده نور الدين. مرحبا بك يا تحي. مايده من دنقله. من دنقله. دنقله. قلت انا بني. اي. ما شاء الله. وجيت زياره ولا شو؟ جينا زيارة عرسان. عرسان ما شاء الله، ألف مبروك. الله يبارك. إن شاء الله بيت ماله عيان. الله يبارك. والله ونحن لو أنا لو بعرف نقول لكم نمسكي بلالي. مش بتغنوا كده؟ أيوه. يقولوا شنو؟ يا مسكي بلالي. إيه منى يمسكي. ثاني شنو بيقولوا فيها؟ عليك الله حافظة؟ يعني. كده يقول يا قول. يا مسكي بلالي عريسة منى يا هلي، يا مسكي بلالي. رجال الدين ينبسكي بالله يا الصالحين. انا لانه مشيت نقول يا اخواننا وزرناهم بيوت العراس كلهم الغنيه دي بيغنوها، وخاصه حبوباتنا وامهاتنا بيسيروا بقى العريس، اظن يعني حاجه زي العدل والدين. اي صح. طيب احنا بنقول لكم ان شاء الله بنكي مال روضه العيال. انت ربنا يسعدكم. عارفه غيروا الاسم لبور سودان 200؟ ولا الافتتاح كان 200؟ لا والله. ولا عرسكم كان 200؟ عرسنا كان 9/11. كان كم؟ 9/11. 9/11 سنه كم؟ 2017. والله يا اخوانا يا عجبني احفظهم 9/11/2017. تمام خلاص يعني انا اربعه. ساره محمد عوض. ساره مرحبا بك يا تحي. حي المطار. حي المطار. التغيير الاسم من شاطئ برغوت الى بور سودان، وبعد ذاك تم تحويله لميناء بحري حديث، وتم افتتاحها في تاريخ. عارفه يا تفهم؟ والله ما عارفه. تقريبا 1990 تقريبا. 1990. تعرف عليه. هيبة مرغني حسن. هيبة من ياتو حي. حي المطار. حي المطار. انتوا اخواننا نحن كان عارفينكم، كان شيلنا الكيلو ودينا لكم حي المطار. بدل تتعبوا كلكم جايين من حي المطار. اها التغيير بتاع الاسم تم 200. 1998. 98. تعرف عليه. سماح حامد. سماح ياتو حي. انا اصلا من سينيا لكن اليومين دي من زوار بور سودان. جايين زيارة بور سودان. ما شاء الله مرحبا بك، ونحن سعيدين نلاقيكم في بور سودان. عارفه يتغير من شاطئ برغوت لاسم بور سودان سنه كم؟ 1984. 84. ناخذ اجابه. عين على الكاميرا. نتعرف عليه. روى محمد. من وين؟ من زياره. يا زياره. زياره. زياره من وين؟ من مدينه دامر. دامر. زياره ولا عمره؟ لا زياره. زياره ما شاء الله. طيب عارفه اتغيرت لبور سودان 200 ولا الافتتاح كان 200؟ 1999. 99. تعرف عليه. سمية بكري. سمية من وين؟ من حي الخليج. طيب عارفة التغيير كان 200 ولا الافتتاح؟ 1970. و70؟ ناخذ إجابة. نجي هنا للرجال يا إخواننا. نتعرف عليك. صهيب عز الدين. مرحب بك. من وين؟ من سنجة. سنجة. طبعا يا إخواننا لما تقوم تزعل النسوان مجموعة وتجي للرجال، بعد ذاك بتشوف الفرد اليمين والفرد الشمال. يقول هناك تذكر سنجة بتلقى سنجة، هنا أنا جاي زيارة من الدامر بتلقى الدامر بيجاي. طيب عارف يتغير الاسم 200؟ 1984. 84. تعرف عليه؟ اسامه عبد الفتاح عبد العزيز. اسامه من وين؟ من بور سودان. بور سودان يا تحي. سلالاب. سلالاب. عارف التغيير بتاع من شاطئ برغوت لبور سودان كان 200 وتحولت ليمينه ولا الافتتاح؟ اول حاجه نقطه. ايوه طبعا نديك نعرف الاجابه. 1930. 30. تعرف عليه؟ عبد العزيز ادم حسن. من وين؟ سلالاب الريفي. سلالاب. اها عارف التغيير كان 200؟ 930. و30. نتعرف عليك. اكرم الهادي. اكرم الهادي. يا زول انت حارس مرمى تقريبا كده. ما شاء الله. عين على الكاميرا هناك. اكرم. اكرم من وين؟ من الثوره. الثوره. عارف ولا التغيير الاسم كان 200؟ 1905. 1905 ولا الافتتاح ولا تغيير الاسم؟ والله تقريبا الافتتاح. الافتتاح. نتعرف عليك. اسامه عوض بعده. اسامه مرحبا بك. من وين اسامه؟ حي المطار 41. حي المطار. اسامه التغيير بتاع من شاطئ برغوت الى بور سودان وتحويله لاول ميناء بحري كان في تاريخ، والافتتاح بتاعه كان في تاريخ 1960 غايته لكن بالضبط مع 1960. اجابه. نتعرف عليك. عثمان حامد عمر الامام. عثمان. ها الاجابه شنو؟
الإجابة 1907 و1909. 1909 شو؟ التغيير الافتتاح، تغيير الاسم 1907. 1907 أنا أتعرف عليك. إماد حسين. إماد حسين من وين؟ سلالاب. سلالاب، عارف التغيير كان متين؟ 1907. 7 ناخذ إجابة أتعرف عليك. ياسر حسين. ياسر من وين؟ من سلالاب. سلالاب التغيير كان متين يا ياسر؟ 1908. 1908 أتعرف عليك. أمير مهدي حمد. مرحبا بك، من وين؟ الثورة مربع 14. 14؟ اي. التغيير كان 200؟ 1905 ده الافتتاح الرسمي بتاعي. 1905 تعرف عليه؟ سلوى نور الدين، كرم الله. سلوى مرحبا بك يا تحي. حي المطار. المطار، عارف التغيير كان 200 بتاع من شاطئ برغوت لبورسودان وافتتاحها كمين؟ 1909. 1909 تعرف عليه؟ سنة نور الدين. مرحبا بك، من وين؟ سلالاب. سلالاب، التغيير كان 200؟ 1909. 1909. طيب معانا مشاركة يا اخواننا فنية، معانا الشاب الظريف الجميل ده، عاين على الكاميرا هناك، نتعرف عليك. من؟ أمير الحزين. أمير الحزين ساكن وين أمير؟ ساكن هدل. هدل. أمير أصلاً ال ال الغنى بديته متى؟ والله طولت بفترة الغنى دي، فأنا شارك بأغنية ورحب بكم قناة الشروق والأستاذ محمد موسى. يخرب بني الديك. منور والله، منور بلدنا. الله يديك العافية. شارك لكم بمقطع بسيط كده ونتمنى ان ينال اعجابكم. يلا وري للناس دي هنا عايلهم بالكاميرا دي، قولوا لهم ان احنا نسمع وهن نشوف. طيب. عروسة البحر يا حورية، يا بورسودان يا حنية، من قلبي تايه في حبك اهدي سلامي والف تحية. عروسة البحر يا حورية، يا بورسودان يا حنية، من قلبي تايه في حبك اهدي سلامي والف لدروبك بالحب لديانا، اجمل لحظات رائعه هنيه. البحر الهايم في ريدك يرسم خديك بحنيه، بعيون احبابنا الحلوين بليالي الفرح الورديه. عروسة البحر يا حوريه، يا بورسودان يا حنيه، من قلبي تايه في حبك اهدي سلامي اهدي سلامي كمان لقناة الشروق وشكرا لك. وين العريس؟ ما بشر يا اخوان العريس وينو؟ ابشر يا عريس، ابشر 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 بالخير، ابشر والله يا عريس بشر. طيب انا حسعيدين نلتقيكم في كيلو 8، واحد من المناطق السياحيه في بورسودان يتلموا فيه الاهل في الجمعات والعطلات الرسميه سياحه يعني، ويفرقوا والبحر جنبهم ويطبخوا وياكلوا ويشربوا، حاجه جميله جدا جدا. انا حسعيدنا من محاسن الصدف نلقى مجموعه من الناس من بورسودان ومن غير بورسودان، ضيوف وسواح، ونلتقيهم هنا. سألنا يا اخواننا عن شاطئ برغوت، قلنا هو الاسم الاقدم لبورسودان. يتحول الاسم لبورسودان سنه كم؟ وعملوا اول ميناء بحري وتم افتتاحه سنه كم؟ قلنا في عهد القنصل العام كرومر، اول قنصل عام بريطاني في مصر. نحن طالعين نتكلم عن البحر، نحكي لي نكته، الناس دايرين نكات، وبعدك اشوف الفايز منه. فديل قالوا ثلاثة بيتونسوا، واحد فيهم أردني ومصري وخليجي وبيتفاخروا بالموية يعني البحر والموية وكده. فبدأ الأردني قال لي شوف يا زلمي، هالبحر الميت مو كان ميت، نحن اللي قتلناه وصار ميت، احنا رجال قتلنا البحر وصار ميت. المصري عجبته قال لي البحر الأحمر ده ما كانش أحمر، احنا روينا بدمينا صار لونه أحمر سموه البحر الأحمر. الخليجي عاين يمين شمال قال لهم تعرفون المحيط الهندي؟ قال لي مين كفيله؟ وما دير كفلة بس يا فنحن سعيدين. انت منو؟ عثمان حامد عمر. عثمان يا عثمان، التغيير كان 1900 قافلة كدي، والافتتاح 1909. صفقة لي عثمان دحر يا اخواني، والله بنبارك لعثمان الجائزة مقدمة من قناة الشروق. نمشي العربية مع عثمان الحكومة. عثمان بنبارك لأخونا عثمان. تكلمنا يا أخواننا عن تحويل الاسم إلى بورسودان، من شاطئ برغوت إلى بورسودان، وبعد ذاك كانت أول ميناء بحري في السودان، وكان التغيير بتاع الاسم 1900 وكان الافتتاح 1909. وزي ما قلت لكم اللي بيجاوب لنا واحدة بيكسب معنا. عثمان جاوب الافتتاح قال 1909 لكن غلط في تغيير الاسم، لكن احنا نقول تغيير الاسم 1900 والافتتاح 1900 وتجع. عثمان يا اخوانا بنبارك له، فاز معانا بصحن مخبازه مقدم من قناه الشروق يعني، عشان سياحه كده يقعد بيه في الكيلو كده وياكل. نفتح العربيه نطلع المخبازه.
طلع تلفزيون مقدم من قناه شروق لعثمان. يا اخوانا صفقه حاره. اي والله مبروك لي عثمان، مبروك لي عثمان، صفقوا لعثمان يا اخوانا. شكرا لولاية البحر الأحمر، التاريخ، الأصالة، العراقة، الثقافة، الفن، الرياضة، السياسة. شكرا لمدينة بور سودان الرائعة وأهلها الذين استقبلونا بالحفاوة والطرحاب. شكرا لكل من شاركنا في حلقتنا الليلة من مدينة السياحة والجمال مدينة بور سودان. حتى الحلقة الجاية بترككم في أمان الله ورعايته، وبقول لكم دمتم في أمان الله.